لعل من أبرز التحديات اللي كان يواجهونها مستخدمين العرب في طريقة برايل هي أنه لا يوجد هناك رموز موحدة في جداول الرياضيات والرموز الحسابية. فمثلا في تعليم الرياضيات كل دولة من الدول العربية تستخدم رموز معينة تعتمد عليها في طريقة التعليم. لتوحيد جهود الخبراء في هذا المجال أطلقنا بوابة برايل العربي الموحد لتكون المبادرة الأولى في العالم والتي توفر جداول برايل ذوي 8 نقاط باللغة العربية، إضافة إلى جداول برايل في المجال الرياضيات والذي يمكن من خلاله تعليم الأطفال المكفوفين المواد العلمية لأول مرة بلغة برايل العربية. وهو مشروع يسعى إلى تحسين خط برايل على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة حتى طابعات برايل. يرتكز المشروع على 3 أمور رئيسية. الأول هو تطوير خط برايل العربي لتجنب بعض التناقضات خصوصاً المتصلة بعلامة الحرف والعلامات الرياضية. الثاني هو تطوير جدول برايل 6 نقاط إلى 8 نقاط، وذلك لإدخال رموز أكثر في الخلية الواحدة مما يمنح الكفيف القدرة على إدخال اللغتين العربية واللاتينية باستخدام نفس الجدول. الثالث هو تطوير أول بوابة إلكترونية تعمل كمرجع دائم لكل من يريد الاطلاع على نظام برايل وتعلمه، وحتى الإسهام في تحسين المشروع عبر الاقتراحات للوصول إلى النموذج المتكامل لبرايل العربي. إضافة إلى ذلك، في برايل السداسي النقاط يكون عدد الخلايا ل5 أحرف في المعادلة الرياضية البسيطة التالية: 1+2=3، ما يعادل 10 خلايا برايل. أما في برايل 8 النقاط فيعادل 5 خلايا فقط، وذلك لأن في الجدول 8 النقاط كل رمز يعتمد تمثيله على خلية واحدة فقط، مما يسهل تعليم الجداول. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مدى www.mada.org.qa.